2018 بلد أوروبي شارك في المسابقة هذه. في 2012 35 بلد كما نلاحظ في إفريقيا فما 3 دول فقط. في العالم العربي فما حتى دولة باعتبار فلسطين شاركة إسرائيل باسم المسابقة. نحاول احنا باش نكونوا مع الدول اللي تشارك في المسابقة هذه. بعض الأرقام في سنة 2012 فما 35 بلد شارك في المسابقة هذه. فما 350,000 صورة حرة وضعت على الإنترنت. فما 15,000 مشارك في المسابقة عام 2012 و324 صورة ترشحت للنهائيات النهائية. والصورة اللي فاز بالهند هي صورة معبد هندوسي على ما أظن في الهند. طيب شنو معناتها صور حرة؟ استعملت الصورة هذه في التقديم هذا لازمني نحط اسم الصانع والرخصة اللي استعملها. هو سي باراناف باسينغ هو اللي صور الصورة هذه وفازت في المسابقة عامة. إذا كان استعملت الصورة هذه في المداخلة هذه ولا أو في مرجع أو في 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 أي استعمال آخر على الإنترنت أو خارج الإنترنت لازمني نذكر المصدر والرخصة اللي استعملها. وأهم فوز بالنسبة لنا احنا في تونس باش نستعملوا المسابقة هذه هو الموضوع للمجموعة العالمية بصفة عامة، معناتها باش نزيدوا نشهروا المعالم الأثرية في تونس ونعرفوا الناس بها، وبالطبيعة ما يتأتى منه من 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 إنتاجات للسياحة والاقتصاد. في 2013 قمت بتحرير المداخلة عن نهار 28 مايو. فما بلدان أخرى زادت، نلاحظ ولا تونس هي براتيكمون هي البلد الوحيد في إفريقيا، ولا فما حق الأردن هي باش تشارك كيف كيف في المسابقة في البلدان العربية، وفي إفريقيا ظهر لي فما غانا باش تشارك، وبالطبيعة فما الدول الأخرى باش تزيد وتوريكم الصورة الإخرانية نتاع على الموقع. المواقع ما هو المعيار نتاعنا باش نحدد المواقع الموجودة في تونس؟ لأن خذينا بس سامحوني باش نحكي هنا على تونس، مشروع تونس في ويكيبيديا. مشروع تونس في ويكيبيديا الفرنسية هو بوابة مختارة، البوابات بارتام في الموسوعة هذه، تام تونس، تام الثقافة، تام بوابة تونس هي بوابة مختارة، معناتها تم التصويت عليها كأنها بوابة مختارة، معناتها من أحسن البوابات في تونس في الموسوعة الفرنسية. عندنا 4581 مقالة بالفرنسية، 3305 مقالة بالعربية. لاحظوا المحتوى العربي ناقص برشا مقارنة بالفرنسية. احنا بالتظاهرات ونقوموا فيها نشجعوا العباد باش يكتبوا بالعربية. فما 23 مقالة مختارة، أي صار التصويت فيها كأحسن مقالات في الويكيبيديا الفرنسية. منها تنشوف الإكزامبل تاع لا غران موسكي دو كيروان، مسجد عقبة النافع في القيروان. 15 مقالة جيدة، هي أقل شوية من مقالة مختارة. عندنا صورة برك مختارة في تونس، معناتها في المستودع تاع ويكيميديا كومنز. 40 صورة ذات جودة، شفت دانيال مو ولا 42، معناتها عمال يزيدوا الصور ذات جودة. وفما حكاية 30 نشط مستخدم نشط في الموسوعة هذه بالعربية والفرنسية وحتى الإنجليزية. إذا هنا باش نحكي على المعالم في تونس والمواقع الأثرية. احنا كيف حبينا نحدد الليست نتاع جدول المعالم الموجودة في تونس، اتصلنا بمعهد وطني التراث ووزارة الثقافة، لكن حسيناهم متحرجين باش يعطونا الوثيقة هذه. وحتى كان كيف لوجنا على الانترنت وقينا الوثيقة، نوريكم الوثيقة هذه. هي خذينا سير انترنت المعالم التاريخية والأثرية المرتبة والمحمية للبلاد التونسية مبوبة حسب الولايات. هذه في 15 مايو 2012 قام تحصلنا عليها موجودة سير انترنت. فها في كل ولاية المواقع الأثرية المرتبة كلاسيفيه وبروتيجي دو تونيزي. كيف حقنا الوثيقة هذه فما
برشا نقائص في الجدول. مثلا التاريخ موجود اما القرار مش موجود، والاهم من ذلك احنا باش نصوروا المواقع هذه نعرف بلاصتهم فين الجيولوكاليزاسيون مش موجوده. معناتها فما حاجات مبهمه، حتى كيف سالناهم اش بينا ما ناخذوش الموقع بالتحديد نتاع الموقع، قلنا نخافوا من لي زاكت فانداليزم، نخافوا من السرقه، ما نحبوش نحطوا كل شيء بيبلي. اذا احنا باش نجتهدوا دونك كيما تشوف فما نعرفش المسرح الاثري يمكن معروف مع المسمى بالاخوات هذه في ولايه القصرين في فريانه الحنايا الفسقيه القصر الاثري، ما فما حتى انديكاسيون اخرى تعرفنا بالموقع هذا. دونك احنا قاعدين الى حد الان قاعدين نحضروا في الجدول هذا على الانترنت. دونك نعاود نرجع للمعلم التاريخي والاثري المرتب والمحمي للدوله التونسيه، هي مبوبه حسب الولايات، اسم الموقع واسم المعلم وتاريخ الترتيب. اما القرار ساعة نلقاه وساعة نلقاهوش. غياب احداثيات الموقع هي الحاجه لما حبينا نتفاوضها. على فكره عندنا في تونس 937 موقع في الليست هذه، دونك كل شيء قاعدين نحطوا فيهم في قاعده تاع البيانات في ويكيبيديا باش نسهلوا. هذا باش يدخل المسابقة هذه يجوست ينقر يكليكي على الولاية اللي حاب يمشي لها على الموقع، يخرج له الأحداثية بالضبط فين ويمشي يعمل لي فوتو نتاعو. دونك موجودة هذه ليست دي مونيمون كلاسي بالكيوزي، الليست هذه مازالت في طور الإنشاء، بداوها باللغة الفرنسية قاعدين نترجمو فيها وبالطبيعة باش نحطوها في اللغة العربية. سامحوني. هذه هي الليست، دونك ليست دي مونيمون كلاسي دو تونيزي. دونك بالولايات كيف كيف بدينا في من اريانا حتى الجندوبة عملناهم ديتاي، مي كان نشوف مثلا اريانا فيها اربعة نقص لي كوردوني والليستراسيون بالطبيعة احنا هدفها نتاعنا باش نحطوا الصور. نرجع مثلا للقيروان، دونك فما لقيناهم معروفين مثلا البرك الغالبة موجود الجيولوكاليزاسيون، نجمو نكليكو على اللين هذايا ديريكت يعطينا البلاصة فين ومعروف. دونك احنا قاعدين في طور ادخال ليس الوثيقة من المعهد الوطني للتراث قاعدين نحطوا فيها في السيت هذايا، وان شاء الله قبل حتى سبتمبر معناتها في وسط جانفي في وسط جوان تكون الليسته هذه كامله والخريطه نتاع تونس فيها الموقع. خاطر احنا في فخر فخر ادخال البيانات هذه، كيف تلقى خريطه تونس لهنا تكليكي على الولايه اللي حاجتك بها تخرج لك الولايه المواقع الاثريه الموجوده، تكليكي على الموقع اللي حاجتك به يخرج لك الموقع بالضبط على الخريطه. موقع المسابقة على الويب، دونك عملنا سيت باش نشاهد نسهلوا عملية التواصل مع اللي يحب يشارك مع اللي يحب يشوف الريجلمون دو كونكور اكسيتيرا. ويكي لوفس مونيمونتس بوانتيان موجود على الانترنت. الموقع هذا فيه لاكو، دونك نحكيو على اخر مستجدات المسابقة. فيه الموقع على ويكيميديا كومنس اللي قلنا هو المستودع نتاع الصور. كومون بارتيسيبي لو ريغلومون دو جو دو كونكور بلوتو، دونك فما حكاية 13 ارتيكل دونك مفصلة على المسابقة وقوانين المسابقة. مازلنا ما حددناش الجوائز، ان شاء الله باش يكونوا فما 5 جوائز محلية، وبالطبيعة العشرة الأولى في الشيء ترشحوا للمسابقة العالمية نجموا هما يربحوا جوائز أخرين في المسابقة العالمية. وبالنسبة للجوري مازلنا ما حددناش حتى موعد المسابقة، مازال بكري شوية. وأشكركم على الانتباه وشكرا لكم. شكرا.
شكرا سيد الحبيب غني على